السلام عليكم ورحمة الله، معاكم المهندسة أميني سعيد. هنتكلم النهاردة عن مشروع الـ Car Price Prediction، يعني توقع أسعار السيارات. مشروع ماشين ليرنينج، هنستخدم فيه الـ Regression. هنبدأ أول حاجة بإن احنا نعمل import للمكتبات بتاعتنا NumPy و Pandas علشان أتعامل مع الداتا بتاعتي ومع الـ Data Frame والأرقام والحاجات دي كلها. هستدعي كمان من سايكت ليرن الماتريكس، اللي هي الحاجات اللي انا هقدر اقيس بيها كفاءة الالجوريزمز بتاعتي. هستدعي من الماتريكس دي المين سكويرد ايرور والار سكوير والمين ابسوليوت ايرور. بستدعي كمان مكتبة مات بلوتلاب وسي بورن عشان اعمل الجراف او الرسومات البيانية اللي انا هوضح بيها الداتا بتاعتي. وبستدعي من الورنينج الفانكشن بتاعت الورنينج دي، وبقول له اجنور، يعني انه لو في اي ورنينج هيطلع لي اعمل له اجنور علشان ايه ما يضايقنيش وانا شغاله. طيب، هبدأ الاول امبورت داتا، ودي داتا موجوده على كاجل بتاعه عربيات. الداتا بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، فيها موديل العربيه ونوعها واسمها والمكان او البلد يعني اللي هي فيها. عندي كمان هنا السعر بقى بتاعها، وده أهم حاجة. وعندي كمان الانفويسز أو الفواتير، عندي الانجن سايز والسلندر والهورس باور، يعني بيانات كده وداتا كتير عن العربيات بتاعتي، وزنها طولها. زي ما احنا شايفين الداتا عبارة عن 432 رو و15 كولوم. طيب، بعد ما جبت الداتا هبدأ أعمل لها اكسبلوريشن، يعني هبدأ أتعرف عليها. فالاول بجيب الهيد، والهيد ده بيعرض لي اول 5 رو من الداتا بتاعتي، فبشوفهم بالشكل ده. بعدين بقول له تيل، وتيل ده بيعرض لي اخر 5 رو من الداتا. انا كل ده بتعرف عليها، بشوف هي شكلها عامل ازاي. عندي كمان سامبل، سامبل دي بتعرض لي يعني نماذج مختلفة كده من الداتا. زي ما احنا شايفين الروز مش مترتبة طبعا، لان هو ايه بيعرض لي زي عينة عشوائية من الداتا، وانا هنا اخترت ان هما يبقوا 10 رو علشان ايه اشوف كده بشكل عشوائي هي الداتا عاملة ازاي وعبارة عن ايه. طيب، هجيب هنا الانفو كمان. انفو ده يعني انا ببدأ يقول لي دلوقتي كل كولوم من الداتا بتاعتي هو فيه قد ايه منه مش نال، يعني ما النال دي اللي هي الداتا البايظة او اللي هي فيها مشاكل. فهو بيقول لي ان عندك كل دول نال. طيب، لو هو دلوقتي فوق بيقول لي انه الروز بتاعتي 432، لو انا لقيت ان الرقم ده مختلف عن ده يبقى انا كده هستنتج ان انا عندي نالز. طب هم قد ايه بالظبط؟ هنعرف الكلام ده كمان شوية. طيب، هنا كمان حاجة مهمة بستفيدها من الانفو، ان هو بيقول لي كل كولوم ايه التايب بتاعه. يعني مثلا الميك ده اوبجكت، الاوريجين اوبجكت. طب عندي هنا الكولومز دي نوعها فلوت، يعني هي ارقام. طيب، هلاقي هنا حاجة خطيرة جدا، وهي ان السعر بتاع العربية والانفويس الفواتير بتاعتها معمولين اوبجكت، وهم المفروض يكونوا ارقام. طيب، يبقى دي كده ايه مشكلة انا بدأت اشوفها. واحنا لو رجعنا بصينا بصة على الداتا وبصينا على الكولوم بتاع السعر والانفويس ده، هنلاقي ان هما ارقام فعلا، بس موجود معاه الدولار ساين دي وموجود كمان الكوما. هو هنا قاريهم سترينج، قاري ان دي سترينج، يعني حتى الكوما دي مش كوما حقيقية، مش كوما بتاعت رقم، لا دي هي علشان الدولار ساين الموجودة دي. فهو قرا السيل كلها على انها ايه سترينج خلاص. يعني معنى كده ان انا ايه علشان يقول لي ان الكولوم بتاعي ده ارقام لازم يبقى زي السلندر كده، اللي هو ايه كلها ارقام، لكن لو في خانة واحدة بس كان فيها اي سترينج هو بيروح قايل لي على الكولوم ده ان هو اوبجكت. طيب، يبقى دي مشكلة وانا ايه لازم احلها. هبدأ هنا احل بقى المشكلة دي، اعمل ريموف للدولار ساين وللكوما دول، بمسك الكولومز اللي فيهم مشاكل دول وبستخدم الفانكشن اللي هي ال str.replace، وبقول له اعمل ريبليس للكوما وللدولار ساين دي بايه، بانه بولا حاجة يعني شيلهم يعني. طيب، هاجي اعرض الداتا بتاعتي، هلاقي فعلا ان الاتنين كولوم دول ايه بقوا اهم ارقام، يا شكلا هم ارقام. ليه شكلا؟ لان احنا لو جينا نبص على الانفو تاني هنلاقي ان برضو عندي الاتنين دول هو شايفهم اوبجكت،
طب ليه؟ ما انا خلاص شلت منهم السترينج، شلت السترينج صحيح، بس هو لسه شايف التايب بتاعهم القديم، يعني هو شايف الارقام دي على انها حروف، بس هي ارقام، يعني الحروف ارقام. طيب علشان احل المشكلة دي بعمل ايه؟ ببدأ اكونفرت الاتنين كولوم دول بفانكشن اسمها اس تايب، وبقول له فلوت، يعني غير لي نوع الاتنين كولوم دول، خليهم فلوت، خليهم ارقام. لما نبدأ نعرض الداتا هنا تاني هنلاقي هنا ايه، ان بصوا هو خلاه رقم فعلا، هو عمل بوينت زيرو، ده معناه انه ايه، خلاص بقى شايفهم ارقام. وزيادة في التأكيد هنشوف الانفو تاني، هنلاقي ان عندي من هنا فعلا ايه، السيلز دي بقت ارقام اهي زي الباقيين بالظبط. تمام، يبقى انا كده ايه، حليت اول مشكلة. طب هاجي هنا اشوف اكمل الاكسبلوريشن للداتا. طبعا دي فايدة ان انا باكسبلور الداتا، ان انا بشوف مبدئيا كده هو ايه المشاكل اللي عندي وبحاول احلها. فاول حاجة احنا استفدناها ان احنا شفنا ان في كولومز هي اوبجكت وهي المفروض تبقى ارقام، فبالتالي ايه، حلينا المشكلة دي. طيب عندنا بعد كده بقى ايه، تكملة للاكسبلوريشن بتاعنا يعني، فبنستخدم ديسكرايب، علشان ديسكرايب دي بتديني حاجات احصائية عن الداتا بتاعتي، يعني بيقول لي هو كل كولوم من الداتا الكاونت بتاعه كام، المين كام، الستاندرد ديفيشن بكام، المينيمم ايه والماكسيمم ايه، بيديني شوية حاجات احصائية. وطبعا الحاجات الاحصائية دي هو بيديها لي عن النيوميريكال داتا، يعني الكولومز اللي فيها نيوميريكال داتا. طيب علشان بقى اشوف الكولومز اللي فيها كاتيجوريكال داتا، فببدا هنا من ديسكرايب برضو بقول له انكلود اوبجكت، يعني وريني كمان اللي فيهم ايه اوبجكت. فهيبدا يقول لي دي اهي الخانات اللي عندي فيها اوبجكت، اللي هي فيها يعني كاتيجوري داتا، هيقول لي برضو الكاونت كام واليونيك اللي فيها قد ايه اند سو اون. طيب هبدا بعد كده اكسبلور الداتا بشكل مختلف شويه، وهي ان انا اعمل لها فيجواليزنج علشان اشوفها بشكل احسن. بدأت هنا أعمل كاونت للبرايس ريت بتاعي، يعني أشوف المعدل بتاع السعر، أعمل إحصائية كده، هو يعني عايز أشوف هي أغلب الأسعار في رينج كام. طيب جيت هنا بقى إيه، رحت عاملة من الإكس لام دي، أنا لقيت هنا إن الجراف كبير قوي، وفي الآخر إيه يعني هو الحدود الكاونت في رينج معين، فبدأت أصغر الرينج ده بإكس لام، صغرت الجراف علشان ايه، يبقى واضح لي بالظبط رينج البرايس بتاعي اللي انا ايه عايزه اشوفه، فاشوفه كويس. بعد كده بدأت برضو ايه، بعمل البرايس ريت بس بنوع تاني من البلوتينج. احنا هنا كنا شغالين على الهيست بلوت من سيبورن، هنا مثلا عملته ببلوت من مات بلوتليب، فطلع معايا بالشكل ده. بعدين عندي هنا ايه البرايس ريت اكاونت، هنا بدأت استخدم السكاتر بلوت علشان اعمل ايه، عايزه اجيب البرايس ريت بس نسبة للايه، لنوع العربية او لاسمها. تمام، فطلعت بالشكل ده، ادي اهي دي كده اسامي العربيات، وهنا ايه اسعارهم احصائية كده باسعارهم. طيب هنا كمان عندنا برضو البرايس ريت بالنسبة لي الكانتري، احنا زي ما شوفنا ان هي ايه، انا عندي الكانتري بتاعتهم، هما هنا كانوا 3 بس، آسيا وأوروبا وأمريكا، فبالتالي هنا إيه، هو عمل لي كاونت ليهم نسبة لكل كونتري، وطبعا اداهم ألوان علشان إيه يميزهم لي عن بعض. عملنا هنا كمان سكاتر بلوت بالنسبة للأسعار وأسامي العربيات، ويعني قسمناهم كمان طبقا للكونتري بتاعتهم، يعني هو دلوقتي بيقول لي الأسعار كل نوع عربية في كل كونتري. طبعا كل الحاجات دي بتبقى حاجات توضيحية للداتا بتاعتي، والحاجات دي بتختلف من حد للتاني، يعني كل واحد بيكسبلور الداتا بتاعته بشكل مختلف، المهم ان انت توصل ان انت تبقى فاميليار معاها وعارف كويس هي الداتا عبارة عن ايه وبتقول ايه، والفيتشرز علاقتهم ببعض ايه، وعلاقة الفيتشر بالتارجت بتاعي ايه. طبعا لان انا هنا هشتغل ريجريشن وده سوبرفايزد ماشين ليرنينج، فبالتالي انا عندي فيتشر وتارجت، فبشوف العلاقات بينهم وبشوف الداتا عموما عاملة ازاي. هنا برضو ده سكاتر بلوت بيورينا العلاقة بين مثلا الهورس باور بتاع العربية وبين سعرها، وبرضو صنفناه طبقا للكانتري، فلقينا برضو العلاقة هنا ايه شبه فيها لينياريتي كده. And so on بقى هنا ايه، مجموعة برضو جرافس كده، ده الكار انجن سايز، ده مثلا الكار ويت،
عملنا هنا بقى ما بين السعر بتاعها وما بين الانفويس. هو في فرق طبعا بين سعرها وبين الانفويس، لان الانفويس دي الفاتورة اللي طلعت في الاخر، فقد يكون الفاتورة مختلفة عن السعر اللي هي كانت معروضة بيه. كان في ديسكاونت مثلا، كان في يعني اي حاجة خلت الايه يعني الارقام مختلفة. بس هما يعني حتى الاتنين كولوم دول زي ما احنا شايفين كده ايه الفروقات بينهم بسيطة. طيب هنا كمان عندنا برضو الويل بيز، وعندنا كمان جراف للكور لينس. انا كنت بحاول بقى ايه استكشف العلاقة بين الفيتشرز، يعني تقريبا كل فيتشر مسكته كده وبقيت اشوف علاقته مع التارجت بتاعي. تمام. طيب هنا بقى هنبدأ نخش على داتا اناليسز، مش بالجرافز بقى، لا هنستخدم اي دي اي. هنا مثلا عملت value count علشان اشوف مثلا الاسعار بتاعتي التكرار فيها قد ايه، فلقيت ان هي يعني شبه متساوية. بدأت اعمل value count لنوع العربية نفسه، فلقيت مثلا في الداتا فلقيت مثلا عندي من تويوتا 28، شيفروليه 27، and so on. هو طبعا مرتبهم ايه من الاكبر للاقل. بدأت هنا أعمل value count بالنسبة لي الأوريجين اللي هو في كل country، عايز أشوف في كم عربية في الداتا اللي عندي. هنا مثلا بدأت أشوف طب هي الويت بتاع العربية اللي أكبر من الرقم ده، الرقم ده احنا لو رجعنا للداتا exploration هنا وجينا للdescription كده نبص على الإحصائيات اللي كنا مطلعينها، هنلاقي انه في الويت بتاع العربية الرقم ده كان بيمثل المين، يعني ده المتوسط. فانا حبيت هنا ان انا اشوف ايه، حبيت اشوف هو العربيات اللي وزنها اكبر من متوسط الرقم ده هم قد ايه وبياناتهم عاملة ازاي. طيب عندنا هنا كمان عملنا جروب باي باسم العربية، حبيت اعمل جروبينج يعني باسم العربية واشوف الخانات زي السعر والانفويس ووزنها وطولها والهورس باور وشوية داتا كده، يعني عايز اشوفهم بالنسبة لي انواع العربيات، بس رتبتهم من الاكبر للاصغر على حسب ايه، عملت سورت فاليوز بالسعر بتاع العربية، يعني رتبتهم من الكبير للصغير حسب سعر العربية، فطلعوا بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. الكولوم بتاع السعر مترتب من الكبير للصغير، دي كده انواع العربيات. والبقيت بقى الخانات يعني جايب لي ايه، يعني دي المفروض الكبيرة ودي كده الفيتشرز اللي ريليتد ليها، يعني ده الوحيد اللي مترتب من الكبير للصغير، الباقيين كلهم البيانات بقى ايه ريليتد له. تمام. طيب هنا برضو عملت جروب باي بس بالكونتري بقى، جبت في كل كونتري برضو، خليت خانة السعر هي اللي تعمل لهم صورة من الكبير للصغير زي ما احنا شايفين كده. فبقيت اشوف يعني مثلا في اوروبا دي كده ده اعلى سعر عربية موجود، ودي كده البيانات اللي ريليتد ليها، هي العربية كان طولها قد ايه، كان وزنها قد ايه، كانت السلندرز بتاعتها قد ايه، وهكذا. طيب هنا مثلا كنت بشوف العربيات اللي موجودة في أوروبا لوحدها، فخليته يعرض لي في الجدول هنا بيانات العربيات اللي موجودة في أوروبا بس، فهو بيقول لك إن هما 123 رو. تمام. هنا برضو عملت جروب باي بالدرايف ترين اللي هي الكولوم بتاع الدرايف ترين، خليته هو يعني خليته يعمل جروبينج للداتا كلها بيه، فهو قال لي الرير كذا والاول كذا والفرونت كذا. برضو زي ما قلنا دي كلها داتا اكسبلوريشن، يعني انا بتعرف على الداتا بتاعتي وبحاول اجيب بينها علاقات وبحاول افهمها، ودي بترجع لكل واحد، كل واحد بيتعرف على الداتا بطريقته وبيعمل، يعني الكلام ده مش ثابت ان انا بعمل، يعني مش كل اللي احنا قلناه ده ثابت، لا كل واحد ايه بيختار الطريقة اللي تعرفه على الداتا. طيب هننتقل بعد كده لمرحلة تانية بقى، ان احنا نجيب الـ null values. زي ما احنا شفنا فوق ان في فرق بين الارقام اللي طلعت لي الـ total وارقام كل كولوم. طيب يعني انا عندي null، طيب بقول له هنا is null dot sum عشان يقول لي هو كل كولوم من دول فيه قد ايه بيانات null values. طيب لقيت الـ null values طلعوا لي بالشكل ده. في هنا ملحوظة بس عايزين نلاحظها، ان الكولومز اغلبها فيها null value 4 ما عدا السلندر ده فيه 6. طيب ده كده بيانديكيت على حاجة، ايه الحاجة دي بقى؟ هنحاول نستكشفها مع بعض.
دلوقتي انا هقول له برضو is null dot sum، بس هدي له اكس 1. يعني انا ايه، انا هنا كنت بقول له شوف لي في كل كولوم في كام خانة null. طيب هنا هقول له شوف لي في كل رو في كام خانة null، وهخلي الترتيب بتاعي descending علشان ايه يطلعهم لي فوق كده، يخليه الكبير فوق، لانه طبعا لما هيدور في الروز بيدور في 432 رو، فبالتالي ايه الداتا كتير قوي، فانا عايزه اشوف. فلقيت هنا عندي 4 رو فيهم 15 داتا نل، وانا عارف ان انا عندي 15 كولوم. طيب ده بيقول لي ايه، تعالوا برضو نوضحها اكتر. من المكتبة اللي هي missing no، هن import المكتبة يعني، وهنعمل منها الجراف الظريف ده بالشكل ده. الجراف ده بقى بيقول لي ايه، الجراف ده بيقول لي دي الداتا كلها. طيب ايه بقى الفاليوز اللي ناقصة او اللي مش موجودة، هي اللي باينة خطوط بيضة دي. يعني انا عندي هنا اهو، يعني زي ما احنا هنا شايفين ايه، في 4 رو فيهم 15 خانة نل، يعني 15 ده معناه ان الرو كله نل، هنا وهنا وهنا وهنا. طب ودول ايه، دول بقى الاتنين الفاضلين بتوع السلندر. لما انا هنا قلت ان كل دول اربعات ما عدا السلندر 6، فبالتالي اللي انا استنتجته هنا ان في رو كامل نل، يعني الرو كامل فاضي ما فيهوش داتا اصلا. فبالتالي دلوقتي قدرت اعرف ان دول 4 رو فاضيين تماما، ودي كده ايه الاتنين اللي فاضلين بتوع السلندر. طيب يبقى انا عندي 4 رو فاضيين، يبقى الحل دلوقتي ان انا اعمل لهم دروب، طبعا خلاص هشيلهم تماما لان دول مش هيفيدوني باي حاجه، ده الرو كله فاضي. فهمسك الروز دي بالذات واعمل لها ديليت. لما اجي هنا بقى هلاقي فعلا ان ايه، الاربع رو بس اللي انا شلتهم دول اللي هم اصلا فاضيين، فمش مؤثرين يعني، ما بوظوش الداتا بتاعتي في حاجه، خلوا ان خلاص ايه ما عنديش نال باقيه غير الاتنين بتوع السلندر. دلوقتي بقى ايه هعمل ايه في الاتنين بتوع السلندر، هعمل فيه الماب، يعني هحط مكان النالز دي المين، يعني خليه ياخد المتوسط بتاع الكولوم ويحطه مكان ايه الخانات اللي فاضية دي. هبص هنا على الداتا بتاعتي، خلاص هلاقيها ايه تمام، ما بقاش فيها اي نالز خالص والدنيا بقت تمام. هنبدأ هنا نعمل حاجة، بس ايه، احنا علشان لغينا الاربع روز اللي لغيناهم دول هيلخبطوا لي الاندكس بتاع الداتا بتاعتي، لان هم كانوا حوالي 432 رو وهم دلوقتي ايه بقوا 428. فعلشان ارجع تاني التسلسل يعني بعمل ريسيت اندكس، وبعدين بعمل دروب للاندكس ده واسيبه بقى ايه بالاندكس الجديد اهو، من 0 ل 427، وهي الداتا ايه 428. فكده انا تمام ايه ظبطت الاندكس بتاعي. طيب حاجة هنا بقى ايه، اشوف هو انا عندي اوتلايرز في الداتا ولا لا. طيب هعمل بوكس بلوت علشان يوريني الكولومز بتاعتي، كل كولوم ايه الاوتلايرز اللي فيه. فلقيت ان هنا فعلا الاتنين دول انا عندي اوتلايرز فيهم، الباقيين مش باينين قوي بالنسبه لي، فهبدا افصلهم في بلوتس منفصله علشان ايه اشوف كل واحد. فلقيت مثلا ان ده الويت اهو في اوتلايرز، لقيت هنا الهورس باور برضو فيه، هنا كان اللينس والويل بيز. طبعا بتختلف بقى ايه حجم الاوتلايرز اللي موجوده، ممكن يكون في فوق البوكس بلوت طبعا بيقول لي ده المينيمم وده الماكسيمم ودي بقيه الداتا بتاعتي، فانا ممكن يكون عندي بالزياده، ممكن يكون عندي يعني تحت المينيمم او فوق الماكسيمم، وممكن يكون عندي كتير او قليل. زي هنا مثلا دول يعني يعتبر ما فيش اوتلاير اصلا. فكده انا حددت ايه الكولومز اللي هي ايه انا عندي فيها اوتلايرز، يبقى انا دلوقتي عرفت ان ايه هي الكولومز بالظبط اللي فيها اوتلاير. طيب هعمل فيتشر، هبدأ في فيتشر انجينيرنج دلوقتي، هتعامل مع الكاتيجوري داتا. انا عندي كاتيجوري داتا في الداتا بتاعتي دي، فعايز احولها لنيوميريكال داتا علشان اقدر بعد كده ادخلها على الماشين ليرنينج مودلز بتوعي. طيب بحولهم ازاي، بحولهم بالليبل انكودر، بقول له ان الكولومز دي طبق عليها الفيت ترانسفورم الليبل انكودر علشان ايه يحولها. طبعا دي من سايكت ليرن الموديول بتاع بري بروسيسنج، بجيب الليبل انكودر بيحول الكاتيجوري داتا لنيوميريكال داتا، فبالتالي الداتا هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده لو نفتكر كان اسم العربية والموديل والتايب والاوريجين، الحاجات دي كلها كانت اوبجكت يعني كانت كاتيجوري، دلوقتي هو حولها كلها ايه لارقام، طبعا على حسب الداتا اللي موجودة عنده على حسب اليونيك اللي فيها، يعني هو بيحط بيرص الأرقام بتاعته دي.
طيب بعدين هبدأ أشوف الكوريليشن ما بين الفيتشر والتارجت، يعني أنا دلوقتي عايزة أعرف إيه العلاقة بين الفيتشرز بتوعي وبعضهم الأول، وإيه العلاقة بينهم وبين التارجت. طيب الكوريليشن ده أنا هنا بستخدم أبسليوت، أبسليوت ده بطير بيه الإشارة السالبة علشان إيه، بيبقى بالنسبة لي أوضح إن الأرقام كلها تبقى بالموجب. طيب واحد ده معناه ايه؟ واحد معناه ان في 100% كوريليشن، وده طبيعي جدا لان انا هنا بعمل ما بين الكولوم ونفسه، يعني ما بين اسم العربية واسم العربية، فاكيد في كوريليشن 100% لان ده نفس الكولوم. طب لو جينا نشوف ما بين الموديل واسمها، بين التايب واسمها، طب بين السعر واسمها، انسون بقى بنفضل نشوف الارقام. طبعا الارقام كل ما بتقرب من الواحد الصحيح ده معناه ان الكوريليشن عالي جدا، كل ما الارقام بتبعد عن الواحد الصحيح ده معناه ان ايه، الكوريليشن قليل جدا. طيب بعمل لها فيجواليز برضو بالهيت ماب علشان توريني بشكل اوضح الكوريليشن بتاعي. برضو انا عاملة ابسوليوت. هنا هنقول ان كل ما اللون بيغمق ده معناه ان الكوريليشن عالي، وكل ما اللون بيبقى فاتح كل ما معناه ان انا ايه، عندي هنا كوريليشن قليل. يعني على سبيل المثال ما بين السعر هنا مثلا والخانة بتاعة الهورس باور دي هما 0.83، يعني معنى كده ان في كوريليشن عالي ما بين هورس باور العربية وما بين سعرها. طيب لو شفنا مثلا حاجة هنا زي الدرايف ترين دي، هنلاقي ان درايف ترين مع طول العربية الكوريليشن بتاعهم 0.03، يعني كوريليشن قليل جدا جدا، يعني العلاقة بينهم ايه، تكاد تكون منعدمة. تمام انسون، دي كده ايه علاقة ما بين كل الداتا وبعضها. طيب هبدأ اتشيك كده على حاجة اللي هي المالتي كولينياريتي. المالتي كولينياريتي يعني معناها انه لو في شوية فيتشرز مرتبطة ببعضها او متعلقة على بعضها، يعني انا مثلا ايه عندي 4 كولوم بس هو كولوم واحد يغني عنهم الـ4، هما كلهم مترتبين على بعض. الحاجات دي احيانا ممكن لبعض الالجوريزمز تلخبطه شوية او تخليه مش قادر يحدد العلاقات بالظبط فبتأثر على نتائجه، فانا بحتاج اعمل تشيك علشان ابقى عارف الموضوع ده، وعلشان لو لقيت ان الاكيوريسي متأثرة ابدأ ايه اتعامل معاه، وممكن اتعامل معاه من الاول خالص. طيب هشيك ازاي؟ انا بقول له دلوقتي ان اعمل كوريليشن، وانا اخترت مثلا نسبة 80% كات اوف فاليو. يعني بمعنى ايه؟ والله اي حاجة اكبر من 80% اعتبر ان دي كده مالتي كولينيرتي، يعني الكوريليشن بينهم لو كبرت عن 80% اللي هي الارقام اللي احنا شفناها هنا، يعني مثلا ده 83، يبقى كده في مالتي كولينياريتي ما بينهم. يعني انا دلوقتي ممكن مثلا استغنى عن واحد واخد التاني، ممكن اعمل فانكشن ما بينهم والغيهم اصلا واتعامل بالفانكشن دي and so on. فحددت النسبة دلوقتي 80%، فهو دلوقتي بيطلعهولي على هيئة true false. طبعا ايه الترو معناها ان هنا في مالتي كولينياريتي، يعني هنا النسبة اكبر من 80%، والفولس معناها ان النسبة اقل من 80%. طيب هنيجي نشوف الكلام ده برضو بالهيت ماب علشان يبقى باين بالنسبة لنا كجراف، يعني بالألوان وكده. فهنا طبعا ايه بيقول، هنبقى عارفين ان الواحد ده اللي هو المتلون بالكحلي ده يبقى ده معناه ان هنا في مالتي كولينياريتي، والزيروز يعني مفيش. تمام طيب هنبدأ بقى بعد كده ايه، نعمل كوريليشن ما بين التارجت والفيتشرز. يعني احنا فوق كنا بنشوف الداتا كلها مع بعضها، الفيتشرز كلها مع بعضها. طيب هنا بقى انا بحدد له ان ايه التارجت بتاعي اللي هو سعر العربية، انا هعمل كوريليشن بينه وبين كل فيتشر. فهلاقي مثلا ان هنا ايه الانفويس اهو زي ما قلنا، عشان دي الفاتورة فدي مش يعني تغييرها مش كبير قوي عن السعر الحقيقي، ففي كوريليشن بينهم عالي جدا. الهورس باور مثلا في كوريليشن مع السعر عالية، السلندر كذلك، الانجن سايز كذلك. عندنا هنا مثلا الميك الكوريليشن قليلة شوية، التايب الموديل ده اقل حاجة جايبة كوريليشن. ده كده بيعرفني هي ايه الفيتشرز المهمة بالنسبة للتارجت بتاعي، يعني اللي هتأثر في الموديل واللي هتخليه يتدرب كويس واللي هتخليه يطلع نتائج واكيوريسي كويس. تمام فانا كده ايه حددته. طيب هبدأ دلوقتي بقى ابص على انه
الانفويس مثلا، الكولوم بتاع الانفويس ده احنا في الاوتلايرز لقينا ان هو فيه اوتلايرز، ولقيناه عنده كوريليشن عالي مع الايه السعر. طيب فهبدأ دلوقتي ايه برضو هنا بعرضه تاني اهو، زي ما شايفين الانفويس اهو فيه اوتلايرز في بعد الماكسيمم، وفي نفس الوقت هو هاي كوريليتد مع الايه مع التارجت بتاعي. طبعا الاوتلايرز دي بتبقى داتا يعني بعيدة عن الباترن بتاع الكولوم نفسه، يعني هي الداتا ليها رينج مينيمم وماكسيمم، فبتلاقي كده شوية ارقام هنا مثلا معدية الماكسيمم، والارقام دي يعني مش في الباترن بتاعت الحاجة، يعني هما حاجة بعيدة قوي. فأحيانا في بعض الألجوريزمات بتتلخبط بالأرقام دي، بيبقى هو شايف إن الداتا كلها ليها رينج كده من كذا لكذا، وفي شوية أرقام غريبة كده متنطورة بعيد، فممكن بعض الألجوريزمات تلخبطها فتأثر على كفاءتها، وفي بعض الألجوريزمات بتتعامل معاها وما بتتأثرش. طيب أنا هبدأ أصلحها هنا بطريقة الزي سكور. تمام، هجيب هنا المين والستاندرد ديفيشن بتاع الكولوم اللي هو اللي انا عايز اصلح فيه الاوتلاير الانفويس. تمام، هحدد الثريشولد بتاعي ب1.7، ببدأ هنا اعمل فور لوب علشان اجيب بقى الزي نفسها بكام واقارنها بالثريشولد، وايه واعمل ليست كده بالاوتلايرز بتوعي. طيب هنا طلعت اهو الاوتلايرز في ليست اهو كانوا بالشكل ده. طيب حاجة اشوف الاوتلاير بتوعي دول الشيب بتاعهم قد ايه، فلقيتهم ان هم 27 برو. طيب هشوف الماكسيمم كام والمينيمم كام، فهلاقي انه الماكسيمم بتاعهم 173,000 والمينيمم 62,000. طيب لو احنا بصينا على البوكس بلوت اللي احنا كنا عاملينه هنا من شوية، هنلاقي هنا ايه ادي 50,000 وادي 75,000، فهنلاقي ان الخط هنا تقريبا في حدود 61 او 62,000، يعني ده الماكسيمم بتاع الداتا نفسها، يعني من بعد الماكسيمم ده هما كده اوتلاير. فبالتالي الليست اللي انا طلعتها من الزي سكور اللي استخدمت الزي سكور عشان يعني يقفش لي الاوتلاير يطلعهم لي، طلع ايه المينيمم في الاوتلاير هو 62,000 وشويه، والماكسيمم طبعا ايه اكبر من كده، فبالتالي يبقى انا قدرت احصر الاوتلايرز تقريبا مظبوط ومتوافقه مع الايه مع البوكس بلوت بطريقه زي سكور. طيب دلوقتي بقى ايه الاوتلايرز اللي انا حددتهم دول هعمل فيهم ايه؟ احنا ممكن نشيلهم خالص من الداتا وخلاص ونكمل كده، بس يعني ايه انا برضو بفضل ان احنا ممكن نسيب جزء من الاوتلاير دي في الداتا، يعني مش هسيبها كلها علشان ما تبقاش هي كلها ممكن تلخبط الالجوريزم، وفي نفس الوقت مش هشيلها خالص كلها، لان وجود نسبة من الاوتلاير في الداتا ده بتخلي الالجوريزم عنده خلفية عن الاوتلايرز دي، بحيث ان هو لو شافها او اتعرض لها يعرفها، يعني ما بقاش انا دربته على الباترن بس اللي موجود ولاي سبب من الاسباب وانا بختبره كان في حاجة فعلا اوتلاير، فهو بالنسبة له هيتلخبط وهو بيتعمل له تيستينج لانه ما شافهاش خالص. لكن وجود بعض من الاوتلاير جوه الداتا ده هيخليه هو يتعلم كويس وفي نفس الوقت ما يتلخبطش بيها. فهو ده اللي انا هعمله دلوقتي بالظبط، ان انا خلاص انا قدرت احط الاوتلايرز بتوعي دول في ليست لوحدهم، فهشيلهم خالص من الداتا، وبعدين ايه هاخد هنا بالفانكشن دي سامبل فراكشن، هاخد 30% من الاوتلاير دول، وهحط هنا راندوم ستيت، بحيث انه ايه اللي يعني مهما شغل الكود كذا مره او لو اي حد خد الداتا بالكود يشغله يفضل ياخد نفس النسبه دي، يعني هو هياخد 30%، بس انهي 30% من الداتا؟ هي الراندوم ستيت دي بقى اللي بتثبتهم، هم نفس ال 30% دول ياخدهم. تمام، ال 30% دول كانوا عباره عن 8 رو، فبالتالي ايه انا هقول له خلاص يشيل من الداتا الاصليه كل الاوتلايرز، وبعد كده هعمل كونكاتينيت لل 30% اللي انا هسمح لهم يبقوا موجودين في الداتا، وبرده حراسات الاندكس بتاعي علشان ايه ترجع الداتا تاني متنظمه، فبالتالي ايه هيبقى لي اهو 409 رو من الداتا بتاعتي. طيب هاجي هنا بقى ابدا ايه اعمل سبلاتنج للداتا اللي فيتشرز وتارجت، فبقول ان الاكس هي الداتا كلها ما عدا الكولوم بتاع السعر اللي انا طبعا ايه بالنسبه لي ده تارجت. هقول هنا ان الواي هو بقى السعر نفسه وهو ده التارجت. طيب هبدا هنا ايه هعمل فيتشر سيلكشن
ان انا من مكتبة سايكت ليرن بختار الموديول فيتشر سيلكشن، واخترت هنا سيلكت بيرسنتايل والكاي 2 والاف ريجريشن. طيب سيلكت بيرسنتايل دي فانكشن بتشتغل على انها ايه، يعني انا بقول لسايكت ليرن نفسها اختاري لي انتي ايه الفيتشرز المهمة وحطيها لي علشان اشتغل عليها الماشين ليرنينج بتاعي، وحديها هنا طبعا من اسمها هي برسنتايل، فانا حديها برسنتج، يعني انا بقول له ايه اختار 90% من الداتا بتاعتي هي دي الفيتشرز اللي انا هشتغل عليها، لان انا زي ما احنا عارفين عندي 15 كولوم واحد تارجت، يبقى انا عندي 14 فيتشر، فبالتالي انا بقول له خد 90% منه. وهنا السكور فانكشن يعني الطريقه اللي هو هيختار على اساسها، انا اخترتها هنا ايه اف ريجريشن. طيب عملنا فيت ترانسفورم، فبالتالي طلعت ايه، عملنا هيد عشان نشوف كده الداتا الجديده شكلها ايه، فطلعت بالشكل ده. طيب ودي كده ايه الداتا القديمه. طيب حاجه هنا هقول له ايه باستخدام الفانكشن زي فور لوب وزايب، دي هترجع لي اسامي الكولومز تاني، لان احنا زي ما شايفين هنا هو طلعهم لي من غير اسامي، فانا مش عارفه دلوقتي هو اخد ايه وساب ايه، فبالتالي بستخدم الفانكشن دي علشان ايه اقول له يرجع لي الاسامي تاني، يرجع كل كولوم لاسمه. هلاقي هنا ان انا ايه اهو ال 409 روز دول اللي اتبقوا لي بعد ما خلصت النالز والاوتلايرز والكلام ده، واتبقى لي هنا ايه 12 كولوم، يعني هو اختار 12 فيتشر شاف ان هم دول احسن 12 يشتغل عليهم الالجوريزمز بتوعي بعد كده يعني، ولغى ايه الباقيين. فاحنا لو جينا نبص دي الداتا الاصليه، ودي كده ايه الداتا بعد ما اتشال منها، هنلاقي ان الميك موجود، وهنلاقي هنا ان الموديل والتايب دول ايه ما بقوش موجودين، فهم دول اللي هو ايه شالهم. تمام كده ايه انا خلاص خلصت الفيتشر سيلكشن بتاعي، هبدأ هنا ايه هسبلت بقى الداتا بتاعتي لترين داتا وتست داتا. من سايكت ليرن الموديول سيلكشن ترين تيست سبلت، بقول له بقى ان انا ايه دلوقتي انا عندي اكس وواي، فهقول له اكس ترين واكس تيست، واي ترين واي تيست. هقول له التست سايز بتاعي 25%، يعني انت هتاخد 75% من الداتا تتمرن عليها، و25% هعمل لك ايه تست عليها. والراندوم ستيت دي برضو بتثبت لي الداتا زي ما قلنا، يعني هو هياخد 75% يتمرن عليهم، طب انا هضمن منين ان هيفضلوا هم كل مرة، هشغل الايه يعني هحط رقم في الراندوم ستيت. طيب بعمل كمان الشفل ده بخليه بترو، وده الشفل ده بيخليه يلخبط الداتا بحيث ان هو مثلا ما يجيش ياخد 75% يروح واخد اول 75، لا هو هيلخبطها وبعدين ياخد منها الايه ال 75. فده كده ايه السبلت داتا لترين وتست داتا. هبدأ اعرض هنا عندي بقى الاكس ترين اهم، ده 360 306 رو، بعدين عندي الواي ترين برضو، ده طبعا التارجت بتاعهم فلازم يبقوا نفس عدد الروز. هنا عندي الاكس تيست وبعدين الواي تيست. طيب هبدأ هنا بقى ايه استخدم الريجريشن ماشين ليرنينج مودلز. هبدأ اول حاجة باللينير ريجريشن من سايكت ليرن، من لينير موديل بجيب اللينير ريجريشن وبحطه في اوبجكت كده، بقول ان هو ايه يعني بحطه في الاوبجكت بتاعي بقول ده ايه لينير ريجريشن. طيب وبعدين بعمل فيت على الايه على الداتا، بعمل موديل بريدكشن دوت بريدكت اهو علشان ايه اجيب بقى البريدكشن بتاع اللينير ريجريشن نفسه، وبعدين هنا بايفالويت الموديل عن طريق سكور. سكور فانكشن بتشتغل مع الالجوريزم نفسه، انا بطبقها مره على التست ومره على الترين علشان اشوف هو كان اداؤه عامل ازاي في التست والترين. المتريكس بقى اللي احنا استدعيناها فوق خالص في اول ما بدأنا اللي هو المين سكوير ايرور والمين ابسوليوت، ده كله برضو والR2 او الار سكوير ده كله برضو ايه هنشوفه بقى علشان نعرف الاكيورسي بتاعت الموديل. هنلاقي ان هو هنا الموديل في التست جاب 99.7، هنلاقيه في الترين جاب 99.8، فده معناه ان هو اتمرن كويس وكمان في التست كان اداؤه كويس، وان انا النتائج قريبة من بعضها فانا ما عنديش اوفر فيتنج. طيب هطلع هنا المين سكوير ايرور والمين ابسوليوت والار سكوير، فهلاقيهم بالشكل ده. طيب هنا كمان في السطر ده انا حبيت اشوف اول 10 يعني اول 10 رو من الواي تيست
واجيب جنبهم اول 10 روم من الواي بريدكت. يعني من الاخر انا عايزه اشوف هو الحقيقه كانت ايه واللي هو توقعه ايه، واحطهم جنب بعض عشان اشوف فعلا هو يعني ال 99 دي حقيقيه، يعني للدرجات دي الارقام كانت قريبه. فهنلاقي ان فعلا ايه الفروقات كانت بسيطه جدا، وان فعلا هو كفاءته كانت كويسه. طيب بعد كده استخدمت اللاسو ريجريشن برضو، بحطه في اوبجكت، ببدأ احط هنا بارامترز. بقى البارامترز دي مهمة جدا، ان هي يعني بتفضل تعمل لها تيونينج كده لحد ما توصل لافضل اكيوريسي، وطبعا بتختلف على حسب كل داتا وحسب كل الجوريزم. عملنا برضو فيت بريدكت، ودي كده البريدكشن. عملنا ايفالويشن، طلع برضو هنا ايه الاكيوريسي 99 و99، ودي ايه بقيت برضو الحاجات بتاعتنا. وعرضنا اول 10 برضو من هنا ومن هنا، فلقينا انه ايه النتائج فعلا قريبة من بعضها. بعد كده decision tree regression، ده طبعا من ايه من scikit-learn.tree. بعمل له import، بعمل هنا parameters برضو بتاعته. عندي maximum depth، ده المفروض بيعبر عن عدد الليفلز اللي الشجرة هتفرعها او هتاخدها يعني. وبرضو عملت في random state و minimum sample split، عملنا fit، وبعدين ادي ال prediction، وبعدين جينا ن evaluate ال model. فال model ايه ال test وال train بتاعه الأرقام برضو عالية، ودي بقية ال matrix بتاعتي. وبرضو كده ايه عرضنا الأرقام هنا وهنا عشان نشوف مدى التقارب ما بين. بعدين الـ Random Forest Regression من الـ Ensemble، من الـ Scikit-learn Ensemble، موديول Ensemble جبناه. هنا بنحط له N Estimators، يعني عدد الشجر اللي هو بيستخدمه، الـ Maximum Depth ده عدد الـ Levels في كل شجرة، وكذلك الـ Random State and so on. برضو إيه بعمل له Fit و Predict، بشوف الـ Prediction بتاعي. هو برضو أداؤه كان حلو جدا بالنسبة للـ Data، والاكيوريسي كانت كويسة جدا وبرضو قريبة من بعضها، ودي برضو كانت ايه النتائج بالشكل ده. عندنا كمان هنا الـ Support Vector Regression او الـ SVR، ده من الـ SVM، بنعمل له import، بنختار الكيرنل بتاعنا، وبنختار الـ C والـ Epsilon. السي بيفرق جدا جدا في كفاءة الالجوريزم، بس كل ما يعني كل ما بيكبر كل ما بيزود كفاءته، وكل ما كمان بيستهلك اكتر من الباور بتاع الجهاز او الاداء بتاعه يعني. تمام. برضو زي ما قلنا البارامترز دي بتحتاج يتعمل لها تيونينج كتير لحد ما توصل للكفاءة المطلوبة، لان ممكن يعني اللعب فيهم بيخلي الكفاءة ما بين وحشة جدا لحلوة جدا. فهنا هو عملنا له بريدكت، وبعدين جينا نعمل له ايفالويت، طلع برضو ارقام كويسة جدا، ودي برضو مقارنة بين الارقام وبعضها. بعدين عندنا الفوتينج ريجريسور، طبعا الفوتينج بقى بيشتغل على ان هو ياخد اكتر من الجوريزم انا بختارهم له، وبعدين يعمل تصويت ما بينهم علشان يوصل للنتيجة الاحسن فيهم كلهم. فانا هنا جبت الجراديانت بوستنج ريجريسور من الانسامبل موديول، وجبت الكي نيبر من النيبرز، وجبنا الفوتينج ريجريسور نفسه من انسامبل. بدات اعرف بقى احط كل الجوريزم في اوبجكت الجراديانت بوستنج. دلوقتي حطيت البارامترز هم بتوعه، ليرنينج ريت، الان استيميتور، ماكسيمم ديبس، وهكذا. الكي ان ان الكي نيبر بنحدد هو احنا عايزين كام واحد من الجران دول. وعندي كمان الريدج ريجريشن هنا، انا اخدته كمان معايا، وبرضو ايه ظبطت البارامترز بتوعه. طيب اصبح هنا في الفوتنج ريجريسور بقى انا عندي الجريديان بوست، وعندي الكي ان ان، وعندي الريدج ريجريشن، هم دول اللي انا هدخلهم له وهقول له يعمل فيتنج اهم كده زي ما احنا شايفين. طيب هيعمل فيت وهيعمل بريدكشن اهو، هعمل بقى ايفالويشن. طبعا متوقع ان هو كمان يطلع نتايجه كويسة، لان اغلب الالجوريزمز كانت مطلعة نتائج كويسة على الداتا. فدي كده كفاءة الالجوريزم بتاع الفوتينج، ودول كده الايه برضو الارقام، ودي كده الفروقات يعني ما بين اللي هو توقعه وما بين ايه الحقيقي. ده كده كان المشروع بتاع الـ Car Price Prediction، ده تطبيق او مشروع يعني تطبيق على الـ Regression.
واستخدمنا فيها تقريبا يعني نسبة كبيرة من الألجوريزمز بتاعة الماشين ليرنينج. شكرا والسلام عليكم.